الله أكبر، الله أكبر. أول آذان يرفع بجامع الجزائر. أشهد أن لا إله إلا الله. أذان صلاة العشاء لليلة مباركة، ليلة مولد خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. أشهد أن محمد رسول الله. يرفع الآذان بمحمدية الجزائر وبطابع جزائري أصيل يعلن عن الفتح. لا فتح قاعة صلاة ثالث أكبر مسجد بالعالم. شرفني الله سبحانه وتعالى بأن وفقني لأن أرفع أول أذان بجامع الجزائر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. طبعا هذا شرف عظيم ما كنت يعني أتصوره يوما ما، ولكن كرم الله سبحانه وتعالى أكبر من كل توقعاتنا من كل توقعاتنا وأمنياتنا. والحمد لله اليوم كنا ضمن المفتتحين لقاعة الصلاة بجامع الجزائر، هذه القاعة المبهرة بزخرفتها وباتساعها وبجمالية عمرانها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الجامع منارة للعالم الإسلامي وأن يكون جامعا لكل أطياف المسلمين إن شاء الله. الوزير الأول عبد العزيز جراد يشرف بمناسبة المولد النبوي الشريف على الافتتاح الرسمي لقاعة الصلاة بجامع الجزائر تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. بعد ثورة مباركة أحيت بين العالمين، إنه يوم محمدي بامتياز، نوفمبري باعتزاز، يتزاحم فيه الحمد لله الكبير فلا ينقطع، ويتسارع الثناء والشكر على بابه سبحانه دون ملل ولا كلل. فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. لقد استدار الزمان كهيئته يوم انطلق جهاد هذا الشعب المبارك، والتأم الشهران في عام 1954 الموافق ل 1374 للهجرة. فيا له من زمن شريف جادت به الحكمة الإلهية والتدبير الرباني ليحتضن افتتاح قاعة الصلاة في جامع الجزائر الكبير ودرتها الفريدة على أرض المحمدية المباركة، لتكتب الرسالة جلية واضحة قوية. إنها رسالة عمق الانتماء ووضوح الغاية وسلامة المنهج. إنها لحظة فارقة شامخة، إذ تشهد ميلاد هذا الصرح، هذا الصرح الديني الأكبر في جزائر الاستقلال. يشرف على افتتاح قاعته السيد الوزير الأول تحت رعاية سامية للسيد رئيس الجمهورية،
وإنه لموعد مع التاريخ يضاف إلى سجل مفاخر الجزائر الحافل، تكتبه الأجيال وترويه بأحرف من نور جيلا بعد جيل، ويعتز فيه جيل اليوم بافتتاح هذه القاعة المباركة الطاهرة القدوس من قطب جامع الجزائر، قطب أقطاب مساجدها، ليسهم في تنوير درب حياتها ومسار تنميتها في جزائر جديدة تستعد لمعركة التغيير بعد أن ربحت معركة التحرير. وإن الهمم والضمائر تواصل كتابة قصة المجد التليد الذي صنعه الأسلاف والأماجد في حواضر بلادنا الطاهرة. إنه أيضاً موقف من مواقف وفاء الجزائر لشهدائها، إذ تجسد طموحهم في أن تبقى بلادنا صرح العلم والإيمان، ترفرف في سمائه راية الحرية والأمان على أرض عشقت جينات أبنائها وذرات رملها وتربتها كل آية في كتاب الله، فبذلت النفس والنفيس في حفظه وتبليغ هديه للأنام شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً، وجعلت من محمد صلى الله عليه وسلم قدوتها ومن أخلاقه قبلتها، فكانت بلادي بحمد الله شامةً بين الأمم، فصفى مشربها وعذب موردها، وما جاء على أصله فلا سؤال عليه، فالأرض أرض القرآن وأهلها أهل القرآن، وهم أهل الله وخاصته. اسمحوا لي أيها الجمع المبارك الكريم، اسمحوا لي جميعاً أن نهنئ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في هذه الأجواء النورانية التاريخية في هذه الأجواء النورانية التاريخية على هذا التوفيق الإلهي لإنجاز هذا الجامع الذي يجمع العلم وصالح العمل، ويضم الروعة والجمال، ويحوي الرونق والكمال. كما نهنئ السيد الوزير الأول لإشرافه على فتح قاعة الصلاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها معه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكرك في أول أذان على مئذنته مدوية فيه كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. إن بناء جامع الجزائر هذه التحفة المعمارية المميزة بمنارتها الباسقة التي تعانق السماء، وبهندستها الفريدة من نوعها، وبمرافقها الوظيفية المتنوعة، إن ذلك كله ليعبر بحق عن مدى اهتمام الأمة الجزائرية دولةً وشعبًا بعمارة المساجد وبناء المدارس القرآنية، وهو جهدٌ لم ينقطع منذ الاستقلال، بل هو جهدٌ متواصلٌ منذ حلَّت هداية الإسلام في ربوع هذا الوطن المُفدَّى، وقد عُجِنَت بتربته لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله. ثالث أكبر مصلٍ في العالم بعد الحرم المكي والمسجد النبوي، بمساحة 22 ألف متر يمكنه استقبال 36 ألف مصلٍ. منبر الجامع وبطول 7 أمتار يتمتع بخاصية الإخفاء السفلي، استوحي تصميمه من منبر المسجد الكبير بالجزائر العاصمة. المحراب فريد من نوعه، مصمم بالرخام الفاخر الشفاف وبزخرفة جميلة يحمل أسماء الله الحسنى.
تتوسط القاعة ثريا بوزن 9 أطنان ونصف، وقطرها يبلغ 13.5 متر. الثريا تحمل 360,000 باللورة، ومعدنها الصلب مطلي بالذهب الخالص. سجاد قاعة الصلاة مبسوط على كامل القاعة. إنه من النوع الفاخر، ويحمل أشكالاً زخرفية تمثل التنوع الثقافي بالجزائر. بقاعة الصلاة بمسجد الجزائر، وبرعاية سامية للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، تجري فعاليات الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، مولد خير الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. سيدي الوزير الأول سامي إطارات الدولة، أصحاب السعادة والعطوفة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، حفظة القرآن الكريم، مشايخ زوايا الجزائر، علمائها، قراء القرآن الكريم، الدكاترة والأساتذة، رواد بيت الله، ها نحن نحتفي بمولد خير الخلق. ولعل خير ما نفتتح به هذه الاحتفائية آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على أسماعكم وعلى أسماع المشاهدين الشيخ الإمام بلال بن عمروش إمام الخطيب بجامع كتشاوة بالجزائر، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. الجزائر تحتفي بالمولد النبوي الشريف في حفل ديني أشرف على إحيائه الوزير الأول عبد العزيز جراد، رفقة رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح جوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله، إلى جانب أعضاء من الحكومة ومستشارين لرئيس الجمهورية ومسؤولين سامين في الدولة، وكذا ممثلين عن السلك الدبلوماسي بالجزائر، وأئمة ومشايخ زوايا وحفظة للقرآن الكريم. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. مولد كلما طلع علينا هلاله تذكرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما كان لنا أن ننساه، تدارسنا سيرته وتنسمنا شذاه، فعبأت الذكرى قلوبنا بمشاعر يقظة تبعث في كل جميل راقدة، وتمد كل غصن ذوى من مائها رافدة،
والتقى الحاضر بالماضي المشرق الذي يصنع المستقبل المتألق. لأجل هذه العظمة لم يتردد عقلاء العالم من فلاسفة ومؤرخين وقادة وسياسيين وأدباء ومفكرين من غير ملة الإسلام أن يشهدوا شهادة العارف الحاذق والخبير الماهر بأن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو رسول الإنسانية حقًا، فقد صنع الحياة وحماها، وبنى الحضارة وزكاها، ورغم أنف من خابت نفسه فدساها، فحاول أن ينال من هذا الشرف دون جدوى، وعاد بخفي حنين يتجرع الحصرة ويعض أنامله من الغيظ. مناسبة أخرى في هذا اليوم هي محطة لميلاد ثورة تقدس لهبها وتوهج نورها، جعلت الفداء والتضحية عنوانا، والبذل والشهادة على الإيمان برهانا، وهتف الشعب بالجزائر موطن الإسلام والسلام، فشغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين اهدينا، يا أرحم الراحمين عافينا، يا أرحم الراحمين شافينا. يا مولده عن طيب عنصره
أجواء نورانية تاريخية عطرها الذكر والإنشاد تمت بين صلاتي المغرب والعشاء. لياليها حفل تكريم الطلبة حفظة القرآن الكريم الذين درسوا علم التجويد، كما تم تكريم بعض الأساتذة المشرفين على الأسبوع الوطني للقرآن الكريم المنظم بولاية مستغانم. السيد الوزير الأول يكرم المتسابقة الفائزة. مبارك على الفائزة في الفرع الثاني وهو حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التجويد، فاز المتسابق عز عبد العزيز شكري، وإذ يغيب عنا فإنه يحضر عنه الشيخ الإمام عز الدين بوغلم، فليتفضل لاستلام هدية وشهادة المتسابق عبد العزيز شكري الفائز الأول في فرع حفظ القرآن الكريم مع التجويد. يتسلم عنه الهدية شيخ الإمام عز الدين بوغلم. هذا الفرع الثاني. أبى المنظمون في هذه الطبعة 22 إلا أن يكون فرع المسابقة مخصصاً كذلكم لصغار الحفظة. فرع المسابقة يخصص لصغار الحفظة، وفاز في هذا الفرع الثالث الطفل بمفهوم القانون، الطفل يونس بوذن بالمرتبة الأولى في فرع صغار الحفظة. يتقدم عن يمين السيد الوزير الأول لينال شهادة تكريمه. مبارك على المكرمين، وتكريماً لمن كانوا من المشاركين ويكفيهم أنهم من أهل الله وخاصته. ندعو رئيس لجنة التحكيم الأستاذ الدكتور كمال جدة لينال شهادة تكريمه من السيد الوزير الأول. رئيس لجنة التحكيم عن الفرع الأول في حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وتفسيره. أما الفرع الثاني من هذه المسابقة دائماً وهو حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التجويد، فالتكريم لرئيس لجنة التحكيم الدكتور محمد ميقاتلي الإمام الخطيب بالمسجد القطب عبد الحميد بن باديس بوهران، ويدنو من السيد الوزير الأول لينال شهادة تكريمه. عرفانا بصنيعه وصنيع كافة أعضاء لجنة التحكيم، أما الفرع الثالث والذي كان حفظ القرآن الكريم لصغار الحفظة فالتكريم للأستاذ بالحاج منصور الإمام بجامع وهران، ونظراً لغيابه سينوب عنه الشيخ بلال بن عمروش الإمام الخطيب بجامع كتشاوة بالجزائر لينال التكريم نيابة عن الأستاذ بالحاج. هذا التكريم ما هو إلا من العرفانية من أهل الفضل لأهل الفضل بما حملوا وارتقوا من فضل. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي من علينا بهذا التوفيق
بالفوز بمسابقة الأسبوع الوطني في طبعتها 22، الفرع الأول فرع حفظ القرآن الكريم كاملا مع تجويده وتفسيره. أوجه شكري لوالدي، خاصة والدي الذي كان شيخي في مسيرتي القرآنية، دون نسيان مشايخي الذين استلمذت عليهم، ما كنت أتوقع أني سأكرم في جامع الجزائر الأعظم، فلله الحمد والمنة. أهنئ الشعب الجزائري بافتتاح مسجد جامع الجزائر الأعظم. أكرمني الله أن أحس هذه المرتبة وأن دخلت هذا المسجد من المسجد الأعظم، ثالث مسجد في العالم. شعور الفرحة والابتهاج لأن صليت أول صلاة مسجد أول صلاة في مسجد الأعظم، والحمد لله رب العالمين. إن بناء جامع الجزائر بالمحمدية تحيا سيرة المحمدي، وبها تتعزز أقطاب الجزائر بمنارة جديدة. الحدث في ذاته إنجاز، أما المكان والزمان فنفخ فيه روحا من النور والعلم والاقتداء. أجواء كانت مهادا يفتتح بها جامع الجزائر بابا من أبوابه نحو الهدى بوسطية المنهج واعتدال المرجع. تمسك سلفنا الصالح بإشراق هويتنا الحضارية الأصيلة الحاضنة لقيم الوسطية والاعتدال والتسامح، الطاردة لمظاهر الغلو والتطرف والإقصاء. إنها المرجعية الدينية الوطنية المعتزة بأصالتها، الواثقة بذاتها وهويتها، ولكن المتفتحة أيضا على الغير، المتعاونة مع الأمم والشعوب، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هي ذات المرجعية التي سيسهم جامع الجزائر في تثبيت دعائمها وتقوية مكانها بما سيتهيأ له من وسائل في التكوين والتوجيه، وسيعمل على نشرها في كامل ربوع الوطن، معززاً بجهود أئمة وشيوخ مساجد الجمهورية وشيوخ زواياها ومدارسها القرآنية. بل ستتواصل رسالة الجزائر في تعزيز هذه القيم في دول الجوار الذي تربطنا به قواسم هذه المرجعية الدينية الأصيلة، وخاصة دول الساحل الإفريقي وعمقها. وستبقى آفاق الرؤية الاستشرافية والرسالة ممتدة أيضا لكي نتقاسم مع الإخوة في الإنسانية بتفعيل الحوار الحضاري بالدبلوماسية الدينية والروحية، ونسدي للجميع للمجتمع البشري هذا الخير، لأنه من فيوضات الرحمة الإلهية التي أراد الله أن تعم العالمين جميعا في إطار التعارف وتبادل الخبرات والتجارب. ولنا في القرآن خير هاد، قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه المبادئ التي نحفظها في بلادنا ونصونها ونبذل من أجلها الأنفس والمهج كقناعة وممارسة من كل مؤسسات الدولة، ينمي إلى انتمائنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام، انتماء المحب الذي تشربته القلوب والأفئدة، ونرفع رايته خفاقة في الدنيا. بخير ما أوصى به النبي الصلاة اختتمت الفعاليات. قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا. الله أكبر. أول صلاة عشاء تقام بجامع الجزائر. عليهم ولا الضالين. تهانينا للشعب الجزائري وللأمة الإسلامية جميعا
بعيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، وهنيئا لنا جميعا بافتتاح هذا الصرح العظيم جامع الجزائر الأكبر، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فتحا آخر للجزائر وفتحا آخر للأمة، وهو إضافة جديدة لعالم الدعوة والوعظ والإرشاد والإصلاح والوسطية في الجزائر، مبني على أرض المحمدية، تشرفا وتبركا بمحمد عليه الصلاة والسلام. أول صلاة أقيمت فيه، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويبارك لنا في هذا المكان المبارك، وهو خير رد على من أساء للنبي عليه الصلاة والسلام. في مقابل هذه الإساءة يفتح أكبر مسجد وثالث أكبر مسجد في العالم الإسلامي، يذكر فيه الله تبارك وتعالى، ويعلم فيه القرآن، وتدرس فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتقام فيه الصلوات الخمس. هذا أفضل شيء يرد به المسلمون على من لا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مباركا علينا وعلى الأمة الإسلام جميعا. وبعد أن يفتح المجال الجوي إن شاء الله، نرحب بكل إخواننا من المسلمين وغير المسلمين ليزورونا في هذا الصرح العظيم، نعرفهم بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. إنها من دواعي السعادة والسرور أن نحضر هذا الاحتفاء وهذا الاحتفال بمولد خير الأنام صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتزامنا مع هذه الذكرى المجيدة لثورة نوفمبر. طبعا مع هذا الافتتاح للمسجد الجزائر الكبير، يعني هذا شيء شرف لنا كفرقة، فرقة البهاء، وشرف يعني لكل أعضائها أنهم يحضرون مثل هذا الحفل مع هذه الوجوه النيرة وكوكبة من المشايخ والأساتذة. الجزائر الحمد لله حباها الله عز وجل بخيرات، ومن هذه الخيرات هو هذا المسجد الذي بني والحمد لله وشيد بفضل جهود المخلصين الخيرين من أبناء هذا الوطن المفدى ومن هذا الوطن العزيز. وهذا المسجد يعني هو كان ردا على فرنسا التي اخترفت جرائم في حق الشعب الجزائري وبالأخص في هذا المكان، وأبى المسؤولون إلا أن يؤسسوا هذا المسجد في هذا المكان ردا على المستثمر الفرنسي الذي اخترف الجرائم الكثيرة في حق الشعب الجزائري. واليوم نفتخر به، وهو من أعظم المساجد على مستوى الوطن أو على مستوى العالم، وربما هو الثالث على مستوى العالم. الحمد لله، هذه مفخرة ويليق بالجزائر، والشعب الجزائري يعني يتمسك ويشد في دينه وينتصر في معاركه وضد أعدائه بفضل هذه المؤسسات وبفضل هذه المساجد التي هي التي تحافظ على الثوابت الوطنية وتحافظ على القيم وعلى الأخلاق وعلى تماسك الشعب الجزائري. نحن فخورون بهذه الليلة المباركة وهذا الافتتاح المبارك، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الافتتاح فتحا مباركا على الجزائر كلها وعلى الشعب كله، وأن يرفع الله عنا هذا الوباء بمناسبة هذه الليلة المباركة. الاقتصار على فتح قاعة الصلاة يعود سببه للوضعية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وتطورها، وهو ما حال دون تدشين جامع الجزائر بحضور الهيئات الدينية من القارات الخمس ومؤسسات وجامعات العالم الإسلامي، وكذا المنظمات الدولية الإسلامية والعلماء والمفكرين، لتكون هذه المناسبة الدينية الروحية مفتاح أول أبواب الجامع، قاعة الصلاة.